ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه من الوصفات اللذيذه اللي انا اكتشفتها يعني قريب وحبيتها جدا. يا جماعه طعمها حلو قوي. هنعمل مع بعض فتة البتنجان. ايوه، الطبق اللي انتوا شايفينه قدامكم اللوحه دي فتة بتنجان، بس عاملينها بطريقه سهله ولذيذه بسيطه جدا، مكوناتها كمان يعني حلوه كده ومشبعه. عندكم ميكس كده حلو ما بين البتنجان والعيش المحمص وكمان بطاطس ومعاها لحمه مفرومه، فميكس كده من الفته تحفه وحلو جدا. المفاجاه بقى ان احنا عاملين الطبق ده كله في الاير فراير، يعني الطبق ده صحي تقدروا ان انتوا تاكلوا منه براحتكم، ما يبقاش بقى فيه وجع بقى ضمير ان الحاجات دي كلها مقلية في الزيت وكلها بقى يعني دهون وكده. لا، احنا عاملينها بطريقة صحية جدا، فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ، تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده تعالوا نشوف هنعمل فتة البتنجان الحلوة دي ازاي. اول حاجة هنعملها هي العيش. انا مستخدمة هنا العيش الابيض اللي هو العيش الشامي، تقدروا تستخدموا عيش بلدي لو حابين، بس هي الفته دي يعني الاصليه بتاعتها بتتعمل بالعيش الابيض. هقطعه بقى ليه مكعبات كده صغيره، تقدروا تقطعوه بالمقص او بالسكينه مفيش مشكله، بس احنا عايزينه يكون طبقات رفيعه، يعني ما تقطعوش الطبقتين مع بعض، حاولوا ان انتوا تفصلوهم، وعشان يكون العيش طبقه كده رفيعه عشان يقرمش بقى معانا على طول. والكميه دي انا مستخدمه حوالي 4 من العيش الابيض. قطعته بقى بالشكل ده مربعات، وبفصل الجوانب كده منه عشان تبقى طبقه واحده بس رفيعه. عشان نعمل بقى الحلزونات اللي انا عملتها وحطيتها كده عليه من فوق بنزين بيها، باخد العيش اقطعه يعني شرايح كده رفيعه، وباخد الشريحه والفها كده على بعض حلزونه كده صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده، وكمان بثبتها بالتوس بيكس كده وهنقليها بقى على الشكل ده، وهتطلع معاكم الشكل الحلزوني الجميل اللي احنا بنزين بيه في الاخر ده. دي فكره يعني من افكار التزيين للطبق. خلصت بقى كل كميه العيش والحلزونات كمان الصغيره دي، وحطهم بقى كده على جنب لحد ما نقطع باقي الخضار. تاني حاجة عندنا هي البتنجان. انا مستخدمة البتنجان الرومي، ومستخدمة دول حوالي كان كيلو الا ربع من البتنجان، يعني 2 بتنجانة كده كبار. وابدأ ان انا بنضفهم وبغسلهم كويس، وبعد كده بنضفهم بقى من الراس بتاعتها من فوق، وبرده هقطعهم مكعبات صغيرة. احنا عايزين كل يعني الخضار اللي احنا هنبقى مقطعينه النهاردة هيبقى متقطع مربعات او مكعبات كده صغيرة، ما تبقاش حجمها كبير قوي عشان تستوي معانا على طول، وكمان لما نيجي بقى نحطها في الطبق يبقى شكلها كده حلو. وزي ما قلت لكم في فيديو المسقعه اللي عملناه مع بعض قبل كده، كل ما البتنجانه تكون قشرتها من بره بتلمع كده وحلوه، كل ما هتعرفوا ان البتنجانه دي من جوه ما فيهاش بذر كتير، فمش هتشرب معاكوا زيت كتير لما نيجي نقليها. فنقوا البتنجان كده يعني كويس وحلو عشان يطلع معاكوا نتيجه حلوه في الاخر. دي كده كل الكميه بعد ما قطعتها حطيتها بقى في مصفى، وهرش عليها رشه كده حلوه من الملح عشان ينزل كل الميه اللي فيه اللي بتبقى في البتنجان عشان ما يشربش معانا زيت كتير. وبعد كده بقى قلبوهم مع بعض وسيبوهم في المصفى دي ينزل اي ميه منه. هنيجي بقى لتالت حاجه هي البطاطس. انا مستخدمه 3 حبات من البطاطس، يعني حجمهم كده متوسط، هقطعها مكعبات برده صغيره. في ناس ما بتحطش بطاطس في الفته دي، بتكتفي بالبتنجان وبتحط معاه حمص اللي هو الحمص المسلوق، بس مع البطاطس بيطلع طعمها حلو جدا. خلصت كل الكميه وحطيتها في بوله فيها ميه عشان بس البطاطس لونها ما يسودش ويتغير لحد بقى ما نيجي نحمرها. هنعمل بقى كل الكلام ده في الاير فراير. طبعا انتوا تقدروا تقلوهم عادي جدا في زيت سخن طاسه على النار، بس انا حبيت ان الوصفه دي تكون صحيه وتكون خفيفه، ما تبقاش تقيله قوي ومليانه بقى زيت ودهون ويعني وان احنا قليناها، فانا عملتها في الاير فراير. وتقدروا كمان تعملوها في الفرن مفيش مشكله. هاخد بقى الاول اول حاجه هحمرها هي العيش، حطيتها بقى في الاير فراير، وبعد كده رشيت عليها رشه بقى حلوه كده من الزيت. ممكن تحطوها بالمعلقه كده، حطوا معلقتين من الزيت وقلبوهم كده مع العيش عشان يتغطى كله بطبقه كده حلوه من الزيت، ونحمرها بقى في الاير فراير عادي بس كده. وتقدروا تعملوا نفس الخطوات دي لو هتعملوها في الفرن، برضو هتقلبوها كده بمعلقتين من الزيت وترصوهم على صينيه وتدخلوهم الفرن تحت الشوايه يتحمصوا، لو انتوا حابين ان الحاجه ما تبقاش مقليه وتبقى خفيفه كده وحلوه. هحطهم بقى في الاير فراير على اعلى درجه حراره، على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، يعني انتوا كل 5 دقائق كده تفتحوا عليها وتقلبوه عشان ياخد كله لون ذهبي كده من كل النواحي، وكل العيش يتحمر بنفس الدرجه. شايفين طالع بالظبط يا جماعه كانه متحمر او كانه متحمص في الفرن بالظبط، والقرمشه بتاعته تحفه. وكده يبقى خلصنا العيش. نيجي بقى تاني حاجه البتنجان.
هرش بقى عليه معلقتين كده من الدقيق، ولو حسيتوا ان الملح اللي انتوا حطيتوه قبل ما تصفيه كتير شوية ممكن تشطفوه قبل بقى ما نحمره. رشيت عليه معلقة كده من الدقيق وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض، والدقيق بيخلي البتنجان ما يشربش زيت كتير لو انتوا قليينه. فانا بصراحة بعد ما عملت بنص كمية البتنجان بالدقيق حسيت ان النتيجة بتاعته يعني مش زي ما هو مقلي، لا حسيت ان الدقيق مخلي عليه طبقه كده ما عجبتنيش قوي بصراحه، فحمرت النص الباقي من البتنجان من غير الدقيق، لان احنا كده كده مش محمرينه في زيت، احنا محمصينه او احنا عاملينه في الفرن، فمش محتاج طبقه الدقيق دي. فلو انتوا هتقلوه يبقى تحطوا طبقه الدقيق، لو مش هتقلوه هتعملوه في الفرن او في الاير فراير يبقى من غير الدقيق. يعني يا رب يكون وصلت لكم المعلومه. برضو حطيته على درجة حرارة 200 ولمدة ربع ساعة، وطلع معانا بالشكل ده متحمر واخد لون ذهبي وحلو جدا زي المقلي بالظبط. ده النص التاني او كمية باقي كمية البتنجان اللي انا كنت مقطعاها ورشيت عليها زيت بس من غير دقيق، وبرضو حمرتها وطلع بالشكل ده، وطبعا صحي ومن غير بقى ما يكون شارب زيت كتير. اخر حاجة البطاطس رصيتها برضو في الصينية ورشيت عليها بقى رشة حلوة كده من الزيت، والبطاطس طبعا تكونوا عاملينها اللي هي بطاطس تحمير، ما تكونش بطاطس اللي هي الطبخ عشان تاخد معاكوا لون على طول وتتحمر وتبقى مقرمشة. دخلتها برضو الاير فراير وقعدت تلت ساعة، وفي النص كده قلبتها، حاولت ان انا يعني اهزها كده واقلب الصينية كلها عشان البطاطس كلها تاخد لون حلو كده من كل الجوانب. شايفين اللون طالعه يا جماعه خطيره، القرمشه كان نفسي اسمعكم صوت القرمشه كان عامل ازاي، مقرمشه كانها مقليه بالظبط. كده خلصنا خطوه التحمير بتاعت الخضار، نيجي بقى للخطوه الثانيه، هنحضر اللحمه المعصجه. انا هحط على الوصفه دي شويه يعني لحمه مفرومه كده من فوق، ممكن تعملوا الطبق ده من غير لحوم مفيش مشكله. حطيت بقى شويه زيت في الطاسه وبعد كده نزلت عليهم بنص كيلو من اللحمه المفرومه وسبتها لحد ما تسخن خالص وتاخد لون كده حلو من تحت عشان ما تنزلش ميه كتير وتنشف بقى معاكم، وبعد كده تبداوا تقلبوها. هنضيف بقى عليها شويه اضافات ملح وفلفل اسود، رشه كده بسيطه من كل حاجه، كانكم بتعملوا لحمه معصجه عاديه جدا يعني ما فيش فيها اي اختلاف. وكمان شويه من البابريكا المدخنه بتدي طعم حلو جدا للحمه المعصجه. واخر حاجه رشه من جوزة الطيب، لو مش حابينها ومش حابين تستخدموها مفيش مشكلة تقدروا تستغنوا عنها. وهقلبها كده تقليبة، وبعد كده هضيف عليها بقى بصلة مبشورة صغيرة وكمان فصين من الثوم. اخر حاجة بقى بعد ما استوت حطيت معلقتين كبار من صلصة الطماطم وكمان معلقة من دبس الرمان، بيدي طعم حلو جدا يا جماعة للحمة المعصجة وبيليق جدا مع الفتة دي، فحطوا لو عندكم دبس رمان حطوا منه معلقة كده صغيرة بس. هقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعضه ويبقى كده عندنا لحمه معصجه بطريقه تحفه وطعمها كمان جميل جدا. اخر حاجه بقى هنعملها هي الصوص، صوص الفته. هنعمل الصوص ده بطريقه بسيطه وسهله، عندي هنا 3 كوبايات من الزبادي اللي هي العلب الصغيره، يعني حوالي دول دار كوبايه معياريه اللي هي الكوبايه الكبيره، وعندي كمان ربع كوبايه من الطحينه، وهعصر عليهم عصير ليمونه. انا الليمون يعني كنت مزوداه شويه، فلو انتم مش بتحبوا الحاجه مززه قوي حطوا عصير نص ليمونه بس مش ليمونه كمان. واخر حاجه ملح وشويه زعتر وكمان فص من الثوم المفروم. قلبت بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها، ولو حسيتوا ان القوام بتاعه تقيل قوي زودوه كده شويه ميه لحد ما توصلوا لقوام يكون يعني سايل كده شويه ما بقاش تقيل قوي ومناسب ليكم. وبقى كده خلصنا كل مكونات الفته. نيجي بقى دلوقتي للخطوة الجميلة ان احنا هنرص بقى كل الحاجات اللي احنا خلصناها دي. اول حاجة بدأت بيها هي طبقة العيش المحمص، وبعد كده هحط عليها شوية من البتنجان. عايز اقول لكم يا جماعة البتنجان وهو معمول بالطريقة دي اللي هو كأنه مشوي احلى واخف بكتير جدا من البتنجان المقلي اللي بيبقى شارب زيت يعني وتحسوه تقيل كده ويعمل لكم حموضة، فالبتنجان كده طريقته سهلة وخفيفة جدا. تاني حاجة بقى هحطها عليه من فوق هي شوية من البطاطس، واخر حاجه من فوقيهم اللحمه المفرومه. ولو حسيتوا ان اللحمه كانت بردت عقبال ما خلصتوا بقى كل القلي وكل الخضار ممكن تسخنوها كده عشان يبقى طبق الفته كله سخن وكله يعني دافي كده ما يبقاش فيه حاجه بارده. بعد كده دلوقتي بقى هصب عليهم من فوق الصوص الطحينه والزبادي اللي احنا عملناه،
حطوا كده كمية حلوة، لان بجد يا جماعة كل المكونات دي مع بعض هتديكوا في الاخر نتيجة رهيبة بجد، فتة تحفة جدا. انا بصراحة يعني ما كنتش متخيلة طعمها لذيذ وحلو قوي كده، بس بجد اول ما دقتها يعني اتفاجئت بالطعم، وكان طعمها لذيذ جدا، وكل الحاجات بقى دخلت كده في بعضها وكان طعمها حلو قوي. اخر حاجة بقى دي شوية التزيينات بقى اللي في الاخر، انا حطيت شوية كده من البقدونس، وكمان من فوق الوش شوية من الرمان. ايوه ما تستغربوش، الرمان بيتحط مع السلطات والحاجات الشامية دي، كتير بيستخدموه يعني في الاكلات الشامية، وبيبقى طعم حلو قوي. انا كنت من يعني من الناس اللي ما بتحبش الفاكهة في وسط الاكل، بس بجد بعد ما دقت الرمان في الوصفة دي حبيته جدا، وكان طعمه لذيذ والمزازة بتاعته كده لذيذة قوي مع بقية المكونات اللي احنا عاملينها. ودول الحلزونات بتاعت العيش اللي احنا عملناها، هي خدت لون زيادة كده شوية لما اتحمرت، بس كان طعمها برضو لذيذ وادت شكل كده لذيذ وحلو. وده كده طبق الفتة، فتة بتنجان، لذيذ وحلو جدا وخفيف من غير قلي ومن غير زيوت كتير ومن غير دهون، وطعمه بجد يا جماعة رهيب. انا حبيت شكلهم جدا، وما كنتش يعني قادرة ان انا احط معلقة فيهم واكلهم بعد ما كان شكلهم حلو كده، فحبيت شكلهم قوي وحبيت اني تزينهم، وقعدت بقى يعني اعمل لهم شوية حركات كده عشان التصوير والصور بتاعت الانستجرام. فلو مش متابعيني على الانستجرام فاتكوا صور كتير جدا حلو. وبس كده الكمية دي عملت معايا طبقين كبار زي ما انتوا شايفين، يعني تقضي كل العيلة. ودقتها بقى اخيرا، وما كنتش متخيلة طعم الفتة ده كان حلو ازاي. كان نفسي بجد ان انتوا تدوقوها معايا، وابعت لكم طبق كده حلو من الفتة دي. وبس كده انا كده خلصت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الفتة دي لو انتوا ما جربتوهاش قبل كده او ما اكلتوهاش قبل كده، فاقول لكم ان انتوا فايتكم كتير جدا. جربوها وهستنى رأيكم، وابعتولي التطبيقات بتاعتكم على الانستجرام. وما تنسوش اهم حاجة ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده اشوفكم ان شاء الله تاني قريب، وباي باي.